اصدر رئيس مجلس القياده الرئاسي قرارات بترقيه وتسويه اوضاع اكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبيه بعد حرب صيف 94، وتم اعتماد قرارات لجنه معالجه قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبيه من خلال الاعاده للخدمه والترقيه والتسويه والاحاله الى التقاعد ونصت المادة الثالثة من ذات القرار بأن على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة بموجب هذا القرار كلا في مجال اختصاصه تكلل اليوم عمل لجنة المبعدين بالنجاح لجهد بدل سنوات طويلة من خلال توقيع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي تم التوقيع على هذه القرارات الصادرة من اللجنة وهي مجموعة قرارات بمعالجات ل 52.766 تظلم ما بين مدني وعسكري وامني شملت المعالجات ضباط في وزاره الدفاع والداخليه والامن السياسي وايضا الافراد في الداخليه والامن السياسي وشملت المعالجات المدنيين في التقاعد المبكر وشريحه المنقطعين وجاءت هذه القرارات نتيجة الجهود اللي بذلت من قبل اللجنة لفترات طويلة تم التوقيع على القرارات الصادرة عن اللجنة وهي عبارة عن 11 قرار لحوالي 52 ألف حالة كانت اللجنة من سابق قد أصدرت قرارين وتم تنفيذهما وهذه القرارات ال11 اليوم جرى التوقيع عليها من قبل فخامه الاخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي وصلنا في هذا اليوم مبارك الى مرحله توقيع القرارات وهذا عمل طيب نتيجة أو ثمرة عمل عشر عشر من السنوات الرئيس السابق عبد منصور هذه حفظه الله ورعاه أصدر قرار إنشاء اللجنة واليوم نحن في عهد الرئيس فخامة الرئيس الدكتور رشاد رشاد العليمي الذي بدوره أصدر هذه القرارات وسوف يعمل بإذن الله على آآ آآ انفاذها انفاذ مالي وذلك من خلال حث الحكومه وبالبحث عن مصادر تمويل بموجب قرار انشاء اللجنه الذي كلف الحكومه ببحث عن مصادر تمويل سواء كانت محليه او خارجيه لانفاذ هذه القرارات آآ نحن آآ في الجانب العسكري والامني استطعنا اصدار عده قرارات للضباط والافراد والمسرحين والمسر قسرا والمنقطعين وكذلك الشهداء والوفيات وهذا انجاز لهم وسوف تتم التسويات في تتم حالات عده منها العوده للعمل ومنها, ومنها التسويه على التقاعد ومنها تسويه وترقيه على التقاعد